الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى سهل. إن هذا الدين يسر ولن يشد أحد من هذا الدين إلا غلبه. والحلال وبين والحرام وبين، وتبع أخوتك والجماعة متاع المسلمين وما تشدد شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. من شدد شدد الله عليه، وغادي يتلقى مع المؤمنين ومع العلماء اللي غادي يقودكم إن شاء الله إلى شاطئ النجاة بطريقة سهلة طيبة بالحكمة. لأن كاين شي ناس يعرفوا شي حاجة ويبقوا يشدوا لا يا عباد الله، أنت متجع أنت بعدك ليه أنت ولي، ويبقوا ذيك الفروع يردوها بحال الأصول ويكفروا الناس عليها. حاجة كيف سنجر طلعها في الصدق حال الدين عليك سوا الله عليك سوا داري صلاة على النبي جماعة بدا تضيعوا ورا في بدا قرآن القرآن الجماعة بدا يا صاحبي ما بقاش يبقى كاع اللي يدخلوا للجماعة يدخلهم للنار. شكون اللي يمشي للجنة غير اللي ضل في السعيدية؟ هادو صافي قلبوا كل شيء يا وليدي. غير بلاتي خصك تعرف الدين، خصك تقرا تقرا هاك اللي تجلس وجيت تعرف غير واحد الراي ووليت انت ذاك الراي حسبت هو الفم ديال الدين. لا خصك تجلس جلس اتواضع شويه وجلس واسمع العلماء واقرا المذاهب كل شيء اقرا اقرا وتعلم وتعرف اللي الدين واسع 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 في المسائل تاع الفروع واسع 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 واسع. اذا بغيت تشدد شدد في الاصول. اما الفروع الحمد لله فيها ثروه فقهيه فكريه في الامه ليس لامه اخرى. الله انت متجع انت بعدك ليه انت ولي، ويبقوا ذيك الفروع يردوها بحال الاصول ويكفروا الناس عليها. حاجه كيف سنجر طلع في الصدق حال الدين عليك سوا الله عليك سوا داري صلاة على النبي جماعة بدا تضيعوا ورا في بدا قران القران الجماعه بدا ان شاء الله تبارك وتعالى. من شدد شدد الله عليه، وغادي يتلقى مع المؤمنين ومع العلماء اللي غادي يقودكم ان شاء الله الى شاطئ النجاة بطريقة سهلة طيبة بالحكمة. لان كاين شي ناس يعرفوا شي حاجة ويبقاو يشدوا لا يا عباد الله صاحبي ما بقاش يبقى كاع اللي يدخلوا للجماعة يدخلهم للنار. شكون اللي يمشي للجنة غير اللي ضل في السعيدية؟ هادو صافي قلبوا كل شيء يا وليدي. غير بلاتي خصك تعرف الدين، خصك تقرا الاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى سهل. إن هذا الدين يسر ولن يشد أحد من هذا الدين إلا غلبه. والحلال وبين والحرام وبين، وتبع أخوتك والجماعة متاع المسلمين وما تشدد شيء.